سعر جابته الفيلا ومتهيألي كده زي الفل. حلوة يا عم، على البركة يا سيدي. هتخلص امتى؟ الراجل هيجهز النهارده وبلغني، وهبلغك عشان تروح البنك تتأكد ان الفلوس دخلت الحسابات اللي انا اديتها له قبل ما نسجله في الشهر العقاري. مية مية اصلي. على دماغك يا بنت يا صفية. اهلو ليا، السبوبة دي انتوا الاتنين ما كنتوش تحلموا بيها، دلوقتي هتفتح مع كل واحد فيكم بصاروخ. يا ست قولي بسم الله ما شاء الله، احنا لسه شفنا حاجة ولا مسكنا حاجة؟ يا عم هتقفش وهتفرفش وتنعنش وكل حاجة، مش بعيدني لقيك الصبح طاير على بلاب بره وراجع بقرطة عيال، سمعت صحيح ان هما لقوا علاج لحالتك. واضح ان انت لسانك هيفضل طويل، انا هما اتكل على الله، خليك انت قاعد مع الاخت رائعة ابراهيم. يا عم بهزر معاك، خد رائعة فين بس؟ اما تخلص بقول لك اخد حقي. لا انا ما بخلص يا معلم، يبقى تعالى انت هتوحشني. هتوحشنا يا معلم، احبك يا معلم. يا ريس في جديد؟ في يا كبير. خلي عينك عليهم، ولو في حاجة غريبة بلغني. أوامر كبير.